ممكن في البداية كده نحس إن هي فكرة غير قابلة للتنفيذ أو حلم. تيمور الحديدي الخبير البيئي بعد 7 سنين قدر إن هو يعمل بيته كله من مخلفات قابلة لإعادة التدوير. مخلفات بقى مباني، إزاز، كسر سيراميك، خشب. فالراجل استخدم كل ده، وهنشوف من خلال التقرير اللي جاي حاجات أنتم ممكن لا تتخيلوا إن هي ممكن تكون موجودة أصلاً في بيت من مخلفات إحنا أبداً ما بنستخدمهاش ولا بنرجع ليها مرة تانية. هنشوف من خلال التقرير. حسينا ان احنا ممكن نعمل حاجه جميله جدا في البلد ديت، وان احنا ننفتح، وان احنا نفكر بطريقه مختلفه، وان احنا نحافظ على البلد ديت ونعمل فيها حاجه كويسه. فانا فكرت ازاي اقدر اتغير انا بنفسي، فقلت انا هعمل البيت بتاعي من المخلفات، لان دي سمه عالميه دلوقتي موجوده، يعني ناس كتيره بتتكلم في الريسايكلينج او اعاده التدوير. طبعا اعاده التدوير ديت فكره مش موجوده لسه في مصر قوي، فطبعا في الاول كانوا بيقولوا عليها مجانين. صعوبات كانت في ده، في عدم فهم الناس لينا شويه. وبعدين لما شرحت لهم الموضوع ده، وكنت بفرج بقى للصناعيه او العمال او الناس اللي تساعدني في الموضوع، كنت بحاول ان انا اوريهم فيديوهات كتير، وان انا اوريهم انا شفت ايه في العالم او شفت ايه في حته او في فيديو. فبدات الفكره تقرب منهم، وفي ناس بقى منهم بالذات يعني حبوا الفكره ديت واعجبوا بفكره ان في حاجه أعلى من البنى كمان، يعني مش بنى بس، لا ده احنا كمان بننظف البلد، كمان بنحافظ على البيئة، بنحافظ على المكان، بنحافظ على الحيوانات، بنحافظ على النباتات. البيت ده خد حوالي 4 سنين عشان يتبني، لأن هو كان بنا واحد اللي هو الشيخ عماد، هو اللي بناه تقريبا لوحده مع مجموعة عمل كاملة، مجموعة متفتحة جدا، وكان في نقاش ما بيننا وبين بعض جدا في إعادة التدوير أو في الدنيا عامة. كنا بنتكلم في كل اللي ممكن الواحد يتكلم فيه يعني. احنا بقينا 7 مليار على الكوكب ده، والامكانيات بتاعت الكوكب ديت محدوده، ما ينفعش كل واحد يستعمل اللي هو عايزه وخلاص. ان في التنميه عامه، يعني تنميه مكان او تنميه مشروع او تنميه بلد او تنميه العالم حتى، في 3 محاور لازم نتكلم فيها يعني اساسيه. أنا ببتدي، أنا شخصياً ببتدي بالبيئة، هو زي مثلث كده، البيئة، المجتمع، الاقتصاد. فكرة إعادة التدوير ما بتبتديش بأن احنا نستعمل الزبالة أو المخلفات في حاجة، لا، الفكرة الأساسية أن احنا نقلل المخلفات أصلاً، في الآخر مش هنلاقي المخلفات ديت عشان نضطر نستعملها. بالنسبة للحفاظ على البيئة يعني أو نشر الوعي، بيبتدي بالسلوكيات بتاعة الفرد. السلوكيات ديت لازم تتغير، في إن احنا نستعمل كياس بدل كياس بلاستيك مثلا، نستعمل كياس قماش مثلا، كل واحد ياخد كيس بتاعه قماش. وعلى فكرة في بلاد كتير جدا بيعملوا جدا، فعلا كل واحد رايح السوبر ماركت بياخد معاه كيس قماش أو شنطة قماش أو شنطة على ظهره وبيروح يشتري حاجته. ازاز المايه مثلا، بدل ما نصرف على ان احنا نجيب ازاز مايه بلاستيك ونقعد نجيب بلاستيك ونشيل وكراتين، شايل بقى طالع نازل بالكراتين ديت كويس، بدل ما كده طب ما نصرف كلنا على محطات المايه اللي موجوده في مصر كويس، وبالتالي نخلي المايه المعدنيه طالعه من الحنفيات في 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 البيوت. فالسلوكيات لازم تتغير، ولازم الاعلام يساعدنا في ده، ان احنا فعلا يبقى ده في الواجهه. البيئه لازم تبقى في البدايه مش في النهايه، يعني ما تبقاش البيئه دي ديكور، يعني هنزرع بقى شجره زياده كده وحاجه ديكور كده، لا، البيئه ديت لازم تبقى في الاساس، الفكر المصري والانساني عامه في العالم كله.